والاجتماعية والتاريخية للشعب المغربي. أن الوثيقة العدلية هي الوثيقة المواطنة التي ناضلت في الفترة الاستعمارية. جئنا اليوم في هذه الوقفة لنطالب مجلس المستشارين بتعديل المادة 8 بعدما كنا قد سجلنا وقفة أمام قبة البرلمان لمناداة السادة النواب مجلس النواب للاستجابة لمطلبنا، لكن تم رفض المطالبة بهذا التعديل، وهو ما لم يخلق خيبة لدينا بقدر ما خلق إصرارا وعزيمة على المطالبة بتعديل المادة. أولا من منطلق أن المصلحة الوطنية تقتضيها، من منطلق الانسجام ديال القوانين مع المقتضيات الدستورية، ثم أيضا لتكريس العدالة، العدالة التشريعية والعدالة الجبائية ومحاربة الفئوية والتمييز بين المهن. لمسنا تجاوبا من لدى مجلس المستشارين، وتفهم أغلب المستشارين أن المادة 8 معيبة للاعتبار المذكور، وأنها تكرس فئة على حساب الفئات الأخرى، وتتناقض مع المبادئ الدستورية سيما العدالة الشرعية. للأسف الشديد احنا تفاجئنا بهذه المقتضيات اللي هي منصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون المالية 2023، وبلغنا نواب الأمة وتنسمعوا من الصوت ديالنا كذلك من جديد باش غادي يراجعوا هذه المادة اللي فيها واحد الحيف خطير وفيها واحد القفز على القانون العام وعلى دستور المملكة المغربية وحتى على التوصية 52 من ميثاق إصلاح منظومات العدالة. احنا تندافعوا على المهنة ديالنا وتندافعوا على المواطن وتندافعوا كذلك على ديك الطبقة المتوسطة من المجتمع. كاين جوج ديال الجهات، كاين التوثيق العدلي والتوثيق ما يسمى بالتوثيق العصري اللي هو التوثيق. إذا كاين الموثق كاين السيد العدل ولا السيدة العدل. احنا ضد باش غادي نديروا التمييز بيناتهم. احنا مواطنين وحنا متساويين في الحقوق والواجبات، كذلك خصنا نبقاو متساويين في هذه الحقوق والواجبات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة والتوجيهات ديالو السامية نصره الله وأيده، وفي ظل دستور المملكة المغربية. والعدل هو الذي يقوم بتوثيق جميع المعاملات منذ تأسيس الدولة المغربية. نحن نندد ونرفض هذا الإقصاء ونرفض ما تم صياغته في مشروع قانون المالية من إقصاء للسيدات والسادة العدول. لحد الآن الهيئة الوطنية للعدول تمد يدها من أجل الحوار، ولكن كما تعلمون أن مجلس النواب قام بالتصويت بأغلبيته على المشروع، ونحن يعني نطمع وننتظر إن شاء الله مجلس المستشارين ليصوت في صالح السيدات والسادة العدول، ونأمل أننا يعني ترجع الأمور إلى نصابها ويرجع الحق إلى أصحابه.